هنروح بقى لقضية مهمة، قضية يعني هي حديث الأشبال والناشئين خلال الفترة دي، هي اختبارات الأندية. دلوقتي في الفترة دي بنشوف الأندية كلها بتعلن عن الاختبارات. الاختبارات ليها هدفين، وأنا بقول لحضراتكم من دلوقتي ليها هدفين. الأول للأندية هو هدف فني وهدف مادي. هدف فني وهدف مادي. هدف فني بمعنى إن الأندية بتروح المحافظات كلها بتسهل على اللاعبين وتسهل على أولياء الأمور علشان تقدر تنتقي لاعبين تقدر تكون موجودة في الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي والمقاولين وكل الأندية اللي موجودة. وهدف مادي، الاستمارة اللي موجودة، الاستمارة اللي موجودة بتاعت الناشئ اللي بيحجزها من على باب النادي أو في المحافظات، ده بتعود على الأندية بالنفع. أنا واحد من الناس لما روحت النادي الأهلي في قطاع الناشئين، كان وقتها الاختبارات في مدينة نصر، اشتريت استمارة ب2 جنيه. دلوقتي الاستمارة وصل سعرها، بنشوف أسعار كبيرة مبالغ فيها شوية، ممكن الاستمارة توصل 50 و60 و70 جنيه و100 جنيه. ده كتير على أولياء الأمور في المحافظات. النهاردة بأناشد الأندية رجاء رفقا بأولياء الأمور، رفقا بأولياء الأمور. النهاردة لو أنت عامل الهدف الفني بتاعك عشان انتقاء لاعبين ويكون عندك قطاع ناشئين قوي عشان تقدر تستغنى عن الأسعار الكبيرة دلوقتي في كرة القدم، لازم تقلل الأسعار شوية علشان تقدر تفتح مساحة كبيرة للاعبين إنها تقدر تختبر ويكون عندك لاعبين مميزين. ده رسالتي للأندية. الرسالة التانية للأندية، بنشوف دلوقتي في الاختبارات إن دلوقتي الدولة بتشدد على الإجراءات الاحترازية علشان كورونا. كورونا بالمناسبة لسه موجودة ما راحتش، فعلشان كده بقى ناشد الأندية. النهاردة الاختبارات لازم نتبع فيها الإجراءات الاحترازية، التباعد. النهاردة يكون يعني نقدر يعني يكون في تعقيم في المحافظات أو في الأندية علشان نقدر نفتح مساحة كبيرة للاعبين إنها تختبر، يكون في سلام لولي الأمر واللاعبين. ده شيء مهم جدا، ده بالنسبة للأندية. بالنسبة للمدربين بقى، النهاردة المدرب اللي قاعد في لجنة الاختبار زي ما بيقولوا كده في الملعب وبتفرج على تقسيمة فيها ولاد 5 ضد 5، النهاردة إيه المطلوب من المدرب ده وهو بيختبر ولد علشان يلعب في النادي؟ المدرب لازم يكون تركيزه 100% مع المجموعة اللاعبين الموجودين. ما ينفعش أنا كمدرب النهاردة أكون منشغل بالتليفون بتاعي أو ماسك التليفون بتكلم بيه وسايب اللعيبة بتلعب وأنا عيني مش مركز معاهم. ده من يعني من باب الأمانة على المدرب. ما ينفعش يكون مدرب زميلي قاعد جنبي بتكلم معاه وسايب اللعيبة بتلعب. دي تفاصيل مهمة، تفاصيل صغيرة لكن مهمة جدا جدا جدا. الإجراءات الاحترازية، سعر الاستمارة يكون رخيص وفي متناول ولي الأمر. الإجراءات الاحترازية مهمة جدا، وكمان أمانة المدرب في اختيار اللاعبين. نروح دلوقتي لرئيس قطاع الناشئين. يعني قطاع الناشئين مهم جدا في الكرة المصرية. قطاع الناشئين بيصدر للفريق الأول عنده لاعبين مميزين وأيضا لمنتخبات مصر. نروح للكابتن محمد إسماعيل مدير قطاع الناشئين بإنبي. تحياتي ليك يا كابتن محمد. كابتن أسامة تحياتي ليك، وبشكرك طبعا على الكلام اللي بتقوله عن نادي إنبي. وطبعا نادي إنبي بيحاول ان هو دايما يبقى داعم للكره المصريه. كل سنه وحضرتك طيب. وحياك طيب. لا طبعا ما يعني قطاع الناشئين بنادي إنبي ما شاء الله على مر السنين خرج لكل منتخبات مصر لاعبين مميزين، وكمان عنده قاعده كبيره كمان مع الفريق الاول يا كابتن محمد. ربنا يخليك كابتن اسامه، ده صحيح. في البدايه بقى قول لنا، طمنا على قطاع الناشئين في إنبي وازاي الاستعداد للموسم الجديد. والله كابتن اسامه احنا ان شاء الله يعني احنا ابتدينا اختبارات السنه دي في المحافظات وباجراءات. انا سامع طبعا حضرتك كلام اللي حضرتك بتقوله كلام مهم، ويا ريت كل الناس تمشي عليه، لانه فعلا انت ممكن تروح تعمل اختبارات اذا ما كانتش متنظمه تنظيم كويس. لو كسبت لعيب لا قدر الله، عديت حد كتير جدا بكورونا، عديت النادي كله اللي عندك، فالموضوع ده فعلا مهم واحنا مهتمين بيه حبتين شويه. انت عارف حضرتك ان نادي إنبي بيتبع وزارة بترول، فاحنا الموضوع ده بالنسبة لنا بيبقى شديد شوية حبتين في الموضوع الإجراءات الاحترازية ده. فاحنا ابتدينا فعلا الاختبارات السنة دي مبكرا عن كل سنة، لأن أنت عارف إن الموسم اللي فات ده كان موسم استثنائي وخلص متأخر، لسه خلصان بقاله 10 أيام أو 15 يوم. فتقدر تقول إن احنا لحمنا الموسمين على بعض يعني. فابتدينا السنة دي بالاختبارات، واخترنا إن احنا نوصل للمحافظات عشان ما يحصلش تكدس اللي بيحصل كل سنة في الأندية عندنا.
سواء النادي الاهلي طبعا تبقى الدنيا مقفوله جدا. عندنا برضو نفس القصه، احنا قريبين شويه من بعض، فالموضوع ده احنا قلنا ان احنا نبتدي نعمل الاختبارات الخارجيه دي عشان نوصل للمحافظات، ما يحصلش التدرس اللي بيحصل كل سنه. ده بالنسبه للاختبارات السنه دي اللي احنا بدأناها في بعض المحافظات، ولسه قدامنا ان شاء الله لغايه نهايه الشهر ده. ويمكن المره دي احنا عاملينها ممكن يبقى في منطقه، لو يكن مثلا محافظه الشرقيه، انا كنت السنين اللي فاتت بروح مره واحده المحافظه، وكان بيحصل برضه عدد كبير. المره دي انا اتعمدت ان احنا يبقى حوالي 4 أو 5 اماكن في نفس المحافظه. كويس، ده ما شاء الله، ده يعني انت النهارده بتقدر تغطي المحافظه كلها بشكل كبير. بتقول يا كابتن حضرتك كده بتدي مساحه كبيره للمواهب الموجوده في المحافظات ان حضرتك تشوفها بشكل كبير كده يا كابتن محمد. تمام، وزي ما حضرتك يعني هي عشان برضو ما يحصلش تكدس، ويبقى في نوع من انواع التركيز الشديد بالنسبه للمدربين، ما يبقاش العدد كبير ان هو مجرد عايز يخلص وقت او ينجز بسرعه، لا، ما احنا محتاجين قبل ما رايحين نعمل اختبارات اساسها عشان ننتقي عنصر مميز، عنصر مش قادر يجي لي النادي عندي انا اقدر اروح له. طب كابتن محمد، قطاع الناشئين بإنبي راح محافظات ايه بالظبط دلوقتي؟ احنا حاليا رحنا الشرقيه، رحنا بنها، رحنا دمياط، رحنا المنيا، ده حاليا يعني حوالي 4 أو 5 محافظات، ولسه بقيت محافظات رايحين الغردقه، رايحين بورسعيد، يعني رايحين اسيوط، رايحين تقريبا يعني تقدر تقول 80% من محافظات مصر السنه دي ان شاء الله هنروح. تمام، يا ما شاء الله، انت حضرتك رحت الشرقيه، رحت بنها، رحت دمياط، صح كده؟ تمام. طب انا بس المنيا، المنيا كمان صعيد مصر ومليء بالمواهب. تمام. طبعا عايزه مع حضرتك يا كابتن محمد، ومعلش استحمل لي شويه، احنا طبعا داعمين جدا لقطاع الناشئين بإنبي، ودايما انا مؤمن ان إنبي يعني من الانديه المهمه جدا اللي بتصدر منتخبات مصر والفريق الاول اللي عندها، وكمان لكل انديه مصر. كان في فيديو انتشر على السوشيال ميديا بخصوص الاختبارات في نادي في بنها، اختبارات إنبي في بنها. انا عايز اعرضه يعني نعرضه الاول، وعايز تعليق من حضرتك عنه. احنا طيب اتفضل يا كابتن محمد. كابتن محمد، اكيد حضرتك شفته ويجي، مش عارف انا في مكان ما بتحركش، بس الصوت مش واضح، يا ريت حضرتك تعيد السؤال تاني. كان في فيديو انتشر لاختبارات نادي إنبي في بنها، اكيد حضرتك شفته. تمام. اكيد شفته. عايز تمام. طب بص يا كابتن اسامه، تحديدا اللي حضرتك بتتكلم عليه الفيديو ده يثبت اللي انا بقوله لك بالفعل، اللي هو ايه؟ ان احنا رحنا واحنا لينا قاعده ان انا فتره الاختبارات لا تقل عن 15 دقيقه. والاخ اللي هو كان قايم هناك بدور ان يعمل كابتن احمد قام بدور رائع جدا، بس العدد زاد جدا عنده. وانا الكابتن طارق ضياء كان رئيس اللجنه في التوقيت ده، لان ما يقدرش يختبر في يوم اكتر من 1000 واحد، والا هيبقى احنا مصداقيتنا راح. فالناس اللي اشتروا التذاكر قال لهم لا، احنا هنجي لكم بكره تاني ان شاء الله، حتى ل 30 واحد بس اللي هم ما كانوش اختبروا، لان الدنيا كانت ابتدت تليل. وده فعلا تم، ورحنا لهم تاني يوم والناس شكروا وقالوا المصداقيه هو ده بالظبط اللي انا عايز اقول لك عليه. يعني انا ما ينفعش الاقي 2000 واحد وعشان اقول ان انا اختبرتهم عشان دفعوا فلوس، دفعوا تذاكر للراجل اللي هو كان قائم بعمليه التنظيم هناك اللي هو كابتن احمد. انا اختبر، ده مش اختبارات، ده كده هيبقى حاجه تانيه غير ان انا بختبر لعيب كوره. وانا ممكن ابعت لحضرتك اللينكات للناس اللي كانوا بيشكوا قد ايه شكروا في نادي إنبي. لا بالعكس كابتن محمد، انا جايب حضرتك علشان توضح الصوره دي اللي ممكن ما كانتش ظاهره. احنا اللي ظهر ان في سيده بتشتكي ان الاختبارات عايزه ترجع الاستماره ثانيه، فكويس التوضيح ده مهم جدا من حضرتك. الحاجه الثانيه بس اللي لفتت نظري يا كابتن محمد، يعني اتمنى تداركها ما في اختبارات إنبي وفي كل الانديه، حتة الإجراءات الاحترازية. يعني أنا شايف الناس اللي واقفة في تجمع كبير، مفيش كمامات، يا ريت بس يعني المسؤولين في إنبي أو الإداريين في كل المحافظات تنزل، نقدر يعني نخلي القاعدة دي موجودة في كل الأندية مش في إنبي بس. طبعا أنت معايا في دي يا كابتن محمد صح؟ اللي هي يا كابتن حته الاجراءات الاحترازيه تكون بشكل اكبر شويه. بص خاصه يا كابتن، لازم يا كابتن، لازم يا كابتن اسامه، هرجع تاني اقول لك، صدقني اللي حصل ده انت لو تلاحظ هتلاقيه بره الفيديو، حتى اللي انت بتتكلم عليه ده بره. احنا جوه اللجنه بيبقى تنظيم شديد،
تنظيم شديد، اللجنه بتبقى حتى المدربين بيبقوا لابسين الكمامه بتاعتهم، كل الاجراءات الاحترازيه، وده اللي احنا بناكد عليه مع اي حد عايز يجي يعمل معانا اختبارات. بس ممكن بره اوت الموضوع بيبقى صعب ان انت تسيطر عليه من بره، انت كلجنه رايحه تعمل اختبارات. فاتمنى ان هو كل الانديه، لو كل الانديه التزمت بالموضوع ده يا كابتن اسامه، صدقني هتقل جدا، هتقل جدا فعاليه كوفيد 19 ده. ان شاء الله، واحنا بنتمنى لكم كل التوفيق يا كابتن محمد. قطاع الناشئين بإنبي يعني قطاع ناشئين قوي، دايما بينافس الاهلي والزمالك على كل البطولات، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. لان جديد. فعلا سمحت لي ان احنا نوضح على الفيديو اللي منتشر ده، لانه فيديو يعني عارف اللي هو ايه، قال ولا تقربوا الصلاه وما كملش الباقي. انا بشكرك على اللفته دي، وان شاء الله يبقى السنه دي موسم جميل علينا وعلى كل انديه مصر ان شاء الله كابتن اسامه. ان شاء الله. شكرا كابتن محمد اسماعيل رئيس قطاع الناشئين بنادي ام بي. كان توضيح مهم جدا ان الفيديو ده يعني احنا مش هنعرض الصوت فيه يعني، لكن انتشر خلال اليومين اللي فاتوا على السوشيال ميديا، فكان توضيح مهم جدا، مهم جدا لكل الانديه اللي هتبدا الاختبارات خلال الفتره اللي جايه، او الانديه اللي بدات لازم يكون عندنا في تجديد على الاجراءات الاحترازيه علشان فيروس كورونا. الحاجه الثانيه بقى وناشد كل الانديه سعر الاستماره يكون قليل علشان ولي الامر امانه المدرب في اختيار اللاعبين. الرسالة الثانية المهمة لأولياء الأمور، ما ينفعش النهاردة أضغط على ابني في الاختبارات. ابن حضرتك ممكن يكون لاعب موهوب في السباحة، في اليد، في السلة، في لعبة أخرى مش في كرة القدم. فالنهاردة خلي ابنك يستمتع باللعبة اللي هو بيحبها. احنا شفنا محمد صلاح بداياته ما ابتداش في الدوري الإنجليزي، بالعكس ابتدى صغير في نادي عثماسون، في أو بيقولوا عليه نادي مقاولين طنطا، ابتدى في نادي صغير، بعد كده تدرج المقاولين العرب، بعد كده احترف. فهو ده التدرج. لو ما وفقش ابن حضرتك انه يلعب في الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي، يبتدي في نادي صغير، يبتدي في نادي جنب البيت علشان بعد كده ربنا يكرمه.